أما عدة وجوه أخرى جاءت للرياضة ولا علاقة لها بالرياضة، لا تفقه معناها في الرياضة ولا في التكوين ولا في حتى شيء، جاءوا على خاطر الرياضة تعمل الشعبية. لكن الشعبية متاعك رأي مش كما في السياسة، السياسيين يتم امتحانهم مرة في الخمس سنوات في الانتخابات، اللي يدخل للرياضة رأوا يمتحن مرتين وثلاث مرات في الأسبوع ويخيبة المسعى. وعلاش العنف هذا، العنف الجديد اللي تخلى علينا؟ ثم نسبة كبيرة من الخطاب الجديد اللي عند المسؤولين، لا احنا باهين ما يحبوناش، لا احنا باهين وخسرونا، ما عادش حتى حد يتحمل مسؤولية الخسارة. علاش؟ خاطر ناس ما تعرفش الرياضة، وناس تدخل بوعود للرياضة، تدخل في الجلسات العامة بوعود واهية مش ممكن تحقق الوعود اللي تحكي عليها انت. معناها 14 نادي في تلقى 7-8 يحكيوا على البطولة، لا ما تنجمش 8 يهزوا البطولة، وثم فريق يهز بطولة، وثم زوز ولا ثلاثة ينافسوا على البطولة. لكن اليوم كل إنسان يهرب المسؤولية، يا التحكيم يا الجامعة يا جهويات يحبوش المنطقة متاعنا، عيب ومش نمشيو. هابد بيه شنو رايك في تلك الثقيلة اللي خليها في النادي الفريق؟ كيف سيدي؟ قلتك هابد بيه سألتك على سي مرياحة، تلك الثقيلة اللي خليها في الكل. أنا قلت والتسجيل موجود، طلبت من سليم الرياحي قبل ما يخرج من النادي الافريقي باش يسوي وضعية النادي. يعني حتى ما استدعتني ماتش هكا ولا لا؟ لا استدعتني باريس سان جيرمان، استدعاني رئيس باريس سان جيرمان، ما عنديش علاقة سيئة مع الراجل، أنا ما نعرفوش من قبل، لكن هو جاء النادي الافريقي. النادي الافريقي جمعية كبيرة برشا وعائلة كبيرة برشا، ما تنجمش تدخل وتخرج وقت اللي تحب انت، لا وقت اللي تخرج يلزمك تصفي الوضعية اللي خليتها من عقود، من فواتير متخلدة، من ديون متخلدة، وأنا ذاك يرحمونك على والديك. وهذا ما طلبته أنا من سليم الرياحي، في الجماعة باش يخرج قلت أنا ربي وجهه خير، لكن نادي الإفريقي راو نجم نقولك راو مش حتى ملك أحباء نادي الإفريقي، نادي الإفريقي ملكنا الكل، جمعية كبيرة وفي حاجة احنا النادي الإفريقي إن شاء الله في أقرب الأجيال معناها تفوت الفترة هذه الصعبة وينساها شوية الإعلام اللي هو قاعد يساهم من حين لآخر معناها في إرباك صفوف الفريق العريق هذه.